ضيفة الليلة بنت الملك وأسطورة التمثيل في الوطن العربي، رغم أنه ساعدها ببدايتها لكن شقت طريقة بموهبتها وأثبتت أنها ممثلة من الطراز الأول، مستعدة تتكلم بأي حاجة بشرط يبقى ولدها الخط الأحمر بحياتها. ضيفة الليلة النجمة رانيا فريد شوقي. مساء الخير. مساء الفل. أهلا وسهلا برنوش. بدلعوكي بقولوا لك ايه؟ رنوش. يعني صبتها. ايوه صح. اخبارك ايه يا رانيا؟ تمام الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. تحيا الستات عن طبعا تحيا الستات عامه يعني. خلاص احنا كده واثقين بقى احنا في نفسنا كده تحيا الستات يعني للاخر. رانيا قد ايه انت سعيده انك خلقتي ست امراه؟ لا سعيده جدا يعني. اولا يعني انا ما اعتقد انا اعرفش اربي صبيان يعني، بحمد ربنا اني كمان جالي بنات. ليه؟ ما بعرفش يعني ما بس ما جربتيش. لا عندي ولاد عبير فريد وعلي. فلا يعني لا ما بعرفش يعني. ايه خايبه قوي يعني مش هعرف ازعق انا يعني. ليه بتقولي الحمد لله اني خلقت ست؟ لان يعني تركيبتي كده، انا بعيده كل البعد عن العنف. دموعي قريبة جدا. بحب حتى البيت، بحب حاجة البيت، بحب الطبيخ، أحب التوضيب يعني تشطيب الحاجات المواعين ده مزاج بقى ما تهزريش. بس يعني شكلي هيبقاش قدام الناس. لا نكشف المستور بقى، كشف المستور. لا اصلي بصي على الفيسبوك كتبت انا يعني، فقلت يا جماعه يعني انا عارفه الناس كتير بتكره المواعين بس انا بشوف ان دي لحظه لطيفه جدا. اقول لك حاجه، دي اجمل حاجه. ايوه دي شغل البيت دي، بتقعدي تفكري انت. هي الناس فاكره انك واقفه بتعملي كده وخلاص. لا في ده انا اكبر مشكله. ايوه في تفكير شغال، انتوا بس مش واخدين بالكم، انا مركزه ان في خطه بتحصل وانا بغسل مواعيد. دي يعني سيبوها ما تخلوها. أيوة ما تجلي ابدا. لا انا عايزه اقول لك ان كل قرايبي عارفين ان انا بحب غسيل مواعيد. بتشتغلي بالبيت بتنظفي وبتعملي الحاجات بنفسك؟ مش دايما عشان ما اكذبش، بس عارفه انت ما يبقى لك طلعه كده كل اسبوع ليكي طلعه لازم تبقى التاتشات بتاعتك ونظافتك اندر كنترول. كده يعني. لكن بحب اطبخ برضو، ادخل انا اطبخ واعمل كل حاجه، واحب اول باول اغسل مواعين، مش اللي هو عبال ما دي تستوي فده يحصل ايه. ست البيت بقى الستايل ده يعني. لا انا بتفق معاك بالحاجات دي. لا إيه؟ انا بالنسبه لي يعني بحب الطبيخ، تاني هوايه بعد التمثيل الطبيخ. طبيخ تطبخي كويس؟ الحمد لله. بس انت خاسه كويس كمان. دايت ولا شغل؟ شغل وفي نفس الوقت ابتديت يعني باخد بالي بقى العشاء ده مفيش خالص. مفيش. نحن الستات بنتعب من الحاجات دي، خاصة اللي بتشتغل تحت الأضواء وبالأضواء. يعني بتتعب إنه لازم دايما تكون واخدة بالها من شكلها والدايت لا والناس بقى ما بقتش بترحم يعني. الناس كمان قاعدين كما لو كان واقفين لك بقى إن أنت أي فنانة أو أي سيلبرتي يعني أي حد شخصية مشهور معروفة. قاعدين له على الواحده، بصي عامله ازاي وليه نازله كده وليه عامله كده. يا جماعه احنا ناس عاديه جدا. الظروف اللي خلتنا نشتغل الشغلانه يعني موهبتي فبحبها فعايزه امتهن المهنه دي بس. لكن انا كائن عادي جدا يعني، انا معظم الوقت بالنهار بغسيل وش بس اهم حاجه عندي الروج يا جماعه، ده موضوع مهم جدا. بتحطي الروج بس يعني لوجهك بس حتى الروج. بس لازم روج يعني. جوزي دايما يتريق علي ايوه صح نسيت الروج. ده اساس جدا من فضلك. تهتم بنفسك رانيا كتير؟ الى حد ما مش قوي يعني، مش حنتوفه يعني اللي هو يعني اول ما مثلا ايه شعري ابتدى يبوظ يا نهار ابيض اديها بقى حمامات زيت كريم مش عارفه ايه علاجات فيتامينز حاجات كده. لكن مش اللي هو انا عايشه عشان اخد بالي من نفسي. لا انا حصل مشكله فهبتدي اخد بالي من نفسي. لما بتبتدي تبوظ الامور. أيوة يعني بالزبط. بتبلش تشتغلي بالموضوع. مين من بناتك طلع لك بالحته دي؟ لا عندي فريده مش لا اشطر مني. اشطر مني. غالبا هو الجيل الجديد برضو الانترنت وتخش وتطلع حاجات وشي ماسك ايه ومش عارفه ايه وحاجات كده. مره
في مره والله مش عارفه لقيتها نازله بنطلون الجينز وحاطاه في الفريزر. قلت لها ايه ده بالفريزر؟ انت حاطه البنطلون في الفريزر ليه؟ قالت لي ايوه عشان يتفرد. قلت لها يتفرد يعني؟ مش فاهمه. قالت لي ايوه، ما دي انا قريت على الانترنت انك البنطلون. قلت لها خلاص. لا اذا الانترنت قال لها جيبي الانترنت هنروح فيكوا فين؟ ما تجيبيش بقى لحمه وفراخ والحاجات دي، جيبي بنطلونات الجينز. ادي بقى كل الالوان الوان بقى ونوع، عارفه اللي هو الوان ونوع.